نسألك إياها في سره ومناجاته، فنسألك يا سامع الدعاء، اسمع دعاء الحاضرين ودعاء الغائبين ودعاء المؤمنين ودعاء المسلمين. إلهنا وسيدنا اكشف عنا البلاء يا كاشف، فعنا الحب والضر والألم يا دافع. نسألك يا إلهي وسيدي ومولاي، كما جمعتنا في هذا الموطن المبارك وصح على نبيك وعن نبيك صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد إذا رفع يديه ونادى ثلاث مرات يا أرحم الراحمين ناداه مناد من قبل العرش: إن أرحم الراحمين قد أقبل عليك فسل، فنقول جميعا: يا أرحم الراحمين 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 واصدقوا في رجائه، فإن حبيبكم عندما جاءه الطالب يطلب الجنة قال للصحابة: إن يصدق الله يصدقه، فاصدقوا الله في هذه الساعة وتوجهوا إليه بقلوبكم، توجهوا إليه بقوالبكم، توجهوا إليه بأرواحكم، توجهوا إليه بأسراركم، توجهوا إليه بأفئدتكم، ونادوه وقولوا له: يا الله 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 يا الله. إذا رددتنا فإلى أي باب نمشي؟ وإذا طردتنا عن مكانك فإلى أي مكان نذهب؟ أنت ربنا وأنت مؤملنا، يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. نسألك ونقول لك: إن السوء قد أحاط بأمة حبيبك من كل ما كان يكشف، واصرفه وادفعه، ارفع البلايا عن أهل الشرق والغرب، ارفع البلايا عن اهل سوريا وما يحل في سوريا، ارفع البلاء عن مصر وما يحل فيها، ارفع البلاء عن تونس وما يحل فيها، ارفع البلاء عن ليبيا وما يحل فيها، ارفع البلايا عن الجزائر وما يحل فيها، ارفع البلايا عن اهل الصومال وما يحل فيها، ارفع البلاء عن اهل بورما وما يحل فيها، ارفع البلاء عن اهل فلسطين وما يحل فيها، ارفع البلاء عن المسلمين اينما تألموا وحصلت لهم النوائب. يا الهنا وسيدنا ليس لها من دون الله كاشفه، انت الذي تكشف البلاء، وانت الذي تدفع الضر والالم، وانت الذي تدفع السقم، وانت الذي تدفع الحب، وانت الذي تدفع العقوب والخطوب. نسالك يا واحد يا احد، نقول لك: يا الله، اننا نعلم ان ما يجري حولنا اليوم في العالم لا يمكن ان يدفع لا بصواريخ الدنيا ولا بصواريخ الارض، ولا يمكن أن يدفعه أهل السياسة وغيرهم. نعلم أن ما يحصل اليوم في الدنيا سيدفع بالأيدي المرفوعة إليك، سيدفع بالقلوب الخاضعة لك، سيدفع بالأعين الدامعة بين يديك، سيدفع بالأجساد الراكعة والساجدة لك. ونقول لك: يا الله، إن أمد الحروب قد طال على المسلمين، ونحن في بلادنا آمنين مطمئنين. نسألك أن تزيدنا أمن وإيمان، سلامة وإسلام، رعاية وحفظ. لكن لنا إخواننا إذا سمعنا أخبارهم تألمنا لحالهم، فيا رب نسألك ألا يبقى بيت مسلم إلا صفيته وطهرته ودفعت البلاء عنه، دفعت عنهم الحروب والكروب. ونسألك يا مولانا في ليلتنا هذه وما يقبل علينا من الأيام فيها من عطائك ما فيها، فيها من جودك ما فيها، نتوجه إليك في هذا المحضر ونقول لك: سيدي، لنا طلب واحد في رمضان، إذا جاءت ساعة الغرغرة وخروج الأرواح من الأجسام ودخولنا من هذا العالم إلى ذلك العالم، نسألك ونقول لك: يا الله يا الله يا الله، ألا تأتي ساعة الوفاة
إلا ونحن في أعلى قمم الإيمان، إلا ونحن في أعلى مراتب الإحسان، إلا ونحن في أعلى مراتب الإحسان، إلا وقد أذقتنا سر وطرباه من ألقى أحبه محمد وحبه. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا من تسمع وتستجيب وتجيب، أسألك ألا يبقى قلب من هذه القلوب إلا سقيته كأس الإيمان قبل الوفاة. يا رب لا يبقى قلب من هذه القلوب إلا أشهدته نور سنة قبل الوفاة. يا رب لا يبقى قلب من هذه القلوب الحاضرة ولا التي أوصتنا وحاضرة بأرواحها إلا وأذقته سر مناجاتك وأسكرته من سر خطابك حتى تأتي ساعة الوفاة وتكون وفاتنا على لا إله إلا الله. يا رب اجعل وفاتنا عليها، اجعل حياتنا عليها، اجعل موتنا عليها، اجعلنا في البرازخ عليها، عند تطاير الصحف نمسك صحائفنا بأيماننا بلا إله إلا الله، وعند الميزان تثقل موازين حسناتنا بلا إله إلا الله، وعند المرور على الصراط نمر كالبرد الخاطف بلا إله إلا الله. يا واحد يا أحد يا ربنا، ونحن في هذا الموطن لا ننسى أحبابا وأصحابا وإخوانا وأهلا ووالدين وذرية وطلابا ومن أوصانا واستوصانا، بعضهم الآن في قبورهم يعذب، ارفع العذاب عنهم، ارفع العذاب عنهم، ارفع العذاب عنهم. يا رب كثير من المسلمين سيلقون في قبورهم عذابا من شدة ما ارتكبوه في الدنيا من أهل المعاصي، نسألك يا ربنا من كان منهم حيا ارزقه التوبة قبل الموت، ومن كان منهم ميت اقبل شفاعتنا فيه. يا رب شفعنا فيه، يا رب اقبل شفاعتنا فيه، اغفر لهم وارحمهم، بدلهم مكان عذابهم نعيما. من كان من والدينا واحبابنا وطلابنا واصحابنا واشيافنا منعما في قبره، يا رب زده نعيم في نعيم، وتكريم في تكريم، وزياده خيرات ومسرات. ونسالك يا مولانا كما جمعتنا في هذه البقعه، أشهدتنا من نور سماك ما أشهدتنا، وأحضرت من ملائكتك ما أحضرتنا، كل منا مسجل باسمه ورسمه وجميل واسمه. نسألك يا رب كما جمعتنا في هذا الموطن أن تجمعنا في مكان واحد في الجنة. يا رب كل آمين من قلبك لعله يسلم، فإنه يقول للقلوب ولا يقول للصور، ولرب صاحب خضوع وانكسار في آخر المسجد جالس لا يلتفت إليه لكن قلبه معلق بالله، قوله آمين يقبل الله الحاضرين بآمينه، فقولوا آمين. يا رب استجب، يا رب استجب، يا رب استجب، يا رب استجب. أكرم اللهم بلادنا بالخير، احفظ بلادنا من اللسوء والمكروه، بارك اللهم في بلادنا بلاد المسلمين، ونسألك يا مولانا أن تبارك في المحسنين والمنفقين الذين أنفقوا على هذا المسجد حتى وقام على بنيانه، والذين سينفقون والذين أنفقوا والذين سيزيدون إنفاق، يا رب اقبل منهم جميعا، واجعل ذلك في ميزان صحائفهم وأعمالهم، وأجهدهم يا من يا رب يوم القيامة حسنات ما أنفقوا في عالم الدنيا. يا ربنا وسيدنا ومولانا ها نحن بين يديك وأمرنا معروض عليك وحالنا لا يخفى عليك، نسألك يا ربنا أن تنظر إلى هذه القلوب فتملأها بالمحبة، تملأها بالإيمان، تملأها بالصدق، تملأها بالخشية، تملأها بالنور، تملأها بالسر، تملأها بالعلم، تملأها بالهداية، تملأها بالاستقامة، تملأها بالفهم، تملأها بالوعي عنك، تملأها بسماع خطابك، تملأها بالخضوع لك، تملأها بالانكسار بين يديك إلهنا وسيدنا. نسألك في هذا المحضر ومن فيه، ونقول لك يا ربنا اجمعنا في الآخرة بسيدنا محمد، واسقنا من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأرنا وجهه ووجوه أصحابه أجمعين ووجوه أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأرنا وجهك عندما تجمع الناس وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يا رب أرنا وجهك الكريم من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب. إلهنا وسيدنا نسألك الدعاء لشبابنا وأصحابنا وطلابنا، يا رب اصلحهم، يا رب خذ بأيديهم، يا رب إن الكفرة يتهاوشونهم يمينا وشمالا ويريدون أن يفتنوهم عن دينهم ويحولوا